الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي أفرطني السقالات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وحبابي هاي إني أيسا بنانين وحارانتها والدك إلا قويه ومركاسي عاق لغن نغضة عاسي لغن نغضة وقطيعة الرحم قرابة إيو أهل كإن لقوين إيس حاران تاي. العقوق ومن عق والده يعق عقوقا، والعق أسل كيس والقطع والشق شيء إن لقوية أما الله دل عشو أيال ليدا هذا وحان الوجه ذا والدك عاسده أما أدبته أي عاق نمضى لغوه ذا. قطيعة الرحم نايضا وقرابة أنا لحريرين مركا والدكو عاقل ونغضا أنا حرام تهي كبيرة من الكبائر تهي وإجماع المسلمين ومسألة إجماعية وان خلاف اللهين. عقوق الوالدين تهي حرام كبيرة من الكبائر، وحاسوها ري قطيعة الرحم رحم كل قياسونا إنو يهي دم بوين وكبيرة ومسألة عن خلاف كتشرة يضونه من حيث الجملة تفاصيل خلافية ويجرته. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم ملغيابا إن توليتم هداد دينك كتشت ستان، أما إن توليتم هداد قعانت قدقتان أمور المسلمين أو أمور الناس أتولي ذا تولي عرادك أها يكي ولاية أها لبضى واللغوف السراب لبضى معام آياد وإحتماشا ما لقيا بدينك هذا كتشي ستان أما أدتك التلوظة قعنت كل إكتان أن تفسدوا في الأرض للك إن أدفس هذه سان وبالظلم والشرك والكفر أدكفس هذه سان، وتقطعوا أرحامكم أهل كيني رحم كسان رحم كنا أدقوي سان أولئك كوا أصدلك فس هذه رحم كنا قوية الذين لعنهم الله وكور رب نحريس تكفوا فأصمهم وكدق ترعا سماع الحق حق إن يمقلان أما إدغيستان وأعمى أبصارهم أرقضون أوي رب التروا باب الشوي وحق أن أركين. وقال تبارك وتعالى: إلى يحر والذين كوا أيا عبيسا أما والذين كوا ينقضون برنية قوينية دمينية عهد الله إلهي بلن كيسي من بعد ميثاقه إنت لا أتكيل دوتي كذب أيها اعترافي أما وي أقبلين أما إلهي بابا أدلة قرآنية نبوية إجماعية حوجيي ويقطعون قوينا يما أمر الله به أن يوصل وحو ربي فراي إلا حريري قوينا ينو قرابدي الرحمك، ويفسدون في الأرض بالظلم والشرك والكفر للك نفساد يكتل يحمان لهم أولئك كوا أيقا لهم اللعنة نحريس الله إن لقد يريه أهاتو أبال لقد يريه ولهم حو هذا سوء الدار عاقب حن واليهن سوء الدار الدار مركا إني جهنم النقطه وصوغن عذاب كاللغو ويدعي كرتا ولهم سوء الدار أي ولهم عذاب جهنم لوتشيوذ إني تاي سوء الخاتم ويدعي كرتا يوهران بوحسوس عطي آيات ديكو الرئيسي سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار باكو الرئيسي آيات ده مركا عقب الدار يسوء الدار مركا وإسكين يانو عاقبوا يا آياتنا وناكسين الدنيا آخربا يكون ليهين سودكو وناكسنا أولهايين عاقبوا وناكسنا يا آياتين وناكسنا آخرية الدنبا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربك وحو أمر النبي محمد محكوما شرعا أسأل من أحدا كاهن أحدا أسأل كاهن العابدين برب حكومي وبالوالدين إحسانا لبدا والدنا إلا إحسان فهو رب حكومة أمري إما يبلغن إما هذا واسك إنتي شرطية هيد أو ما للراعيه حج صوتوشسة إما يبلغن عندك الكبار هدي قاران ويلنما أدقى أكتادا كو قاران أحدهما مدكوت أو كلاهما أمر لبدي والد با فلا تقول لهما أفن أفا كلهن هذا الأيد بصدن هلا إمن ولا تنهرهما هقول قول وإن قبيدي هذا يشرديدو يا شرحمي يا سانكوكا أركن وقل لهما قولا كريما ويروان أكسرنا كله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما أورارع لبدا والد جناح الذل الجناح الذليل بالوتشي ذا مركا قرب كذا أورارع وما هذا الكاذي قعنت هذه أفي أدن كذا هود بعسان أدن باللغو وذا كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك
للمؤمنين من الرحمة نحرس درتيت إيا نحرس هذا نحرسنا أوجد قربك إيا هذا الكبؤر راعي وقل رب ارحمهما وحد كتر ربي وأن حريص الله كله الله أبري كما رب يعني صغير سيدة إيسو كرشين أنا وير يقول أنا حريصين شريت مرك أنا حريص توالد كل لوي دينه والد كمسلم كميت قال كأي قال لما كود أنت أصو كم تشرو نكن حريص أبري وكو قالوا بيا وعن أبي بكرة النفيع بن حار رضي الله تعالى عنهما عفوا رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم من إذين شيخ المسلمين بأكبر الكبائر دنوب تواوين كوا أواوين أسيدان يو كبائرة يهدان سيكلا درينيهين أكبر الكبار من إذين شيخ ثلاثا صدح جرب النبي كعلي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر نبي ورقم حولها شيء أول ربعين لقفهمه أما أودون ينسفي عن ذاتك أودان أيان وكعل علين شيري لزيادة الاهتمام والاعتناء قلنا وحاول لبلا نبي الله هاي نوشك أكبر الكبائر وأوبا هن هاينا نسكتشري نوشك نبي الله يا رسول الله قال سبحانه وحول الإشراك بالله إله اللو الشريك يلوي الإشراك بالله إله اللو الشريك يلوي يعني إله اللو كفر الإشراك بالله هنا وحلقوا الكفر الكفر بالله كفر قوينا يا شرك قوينا أي اللوشي ذا حتى شرك أصغر كا وسوق ليا محاي إلي كوائرتك الأساء كوا وإنك شرك أصغر كما كلا في ريو الإشراك بالله إلهي وحق سخاز كاها أنكس للو ذاتيو وعقوق الوالدين لابد كل شيء لو عاسق قروبه لابد والدنا لو عاسق قروبه وكان متكئا النبي واد دنقيقه واتشان شرسنا وشغل كلك كهي فجلس النبي وافرست عليه الصلاة والسلام واتير سنة والدرب كتير سنة بعض الصحابة كتير سنة والرواية فجلس النبي وصوفرست عليه الصلاة والسلام فقال وحور ألا وقول الزور هذا الكبين تانا إسكا إلالي الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور أنا ويقول أنت وقول الزور نوال آخر يدم لها هذا الكبين تانا إسكا إلالي إسكا إلالي قول الزور الكيس هو وصف الشيء على خلاف ما هو به الزور وشيء بنتا وشيء باطل كا وشيء انشرين وإن هو شيء كتل ما أنت وحوصاً أهي هذا هو الزور مركا أما فل هالنقطة أما ورد هالنقطة أما مخراتي مركا هالنقطة هجونها اللوسر ليجادة وشهادة الزور مخراتي بيانات كنا إسكي إلى عليا مركا قول الزور وكعم سنية هاي شهادة الزور لأن شهادة الزور هو فرد من أفراد قول الزور ألا وقول الزور هذا الكبين تانا إسكا إلالية انشرين برابقان تضاء وشهادة تزور مخاطب بيناتك إسكا إلى شؤو ولغا فباوي فما زال موسى كزول صوبانو يكررها وعدن دنبينو كعلني ألا وقول الزور وشهادة الزور نبي أولي هاي حتى قلنا إلى أنه إسنيري ليته الله هدي سكت النبي إسكا موسى لها صموانا كسنان لهي وإن حايا نبي قدن قانيان أنتو نبي كعلني يا النبي قدن قدن وحيد النبي شو نسته وان فهني واقرني يا وانا كسنان لهيك وادن وحيد ما وحي كوذان نبي مر والبو كعلي وحي سيد دريم يان دم بيقول أنت إنه كون يهاي العلين أنت النبي قول العلين ليه وحي تصي ساد دم بيقول إنه سنعين ماشي في ليان مال كفك إنه شوقي يوجاني ومر كادونا بيقول سيو وذو كبائر تنتقد أفو بالشرك يجلها ياو والنبي يقول علي تكرار النبي يقول حكينا يا إن حكم كشيء وقرني علي سكيسي متفق عليه والسكوا فق حديث كان السجاء قال الشرك بالله نبي يقول بالله عليه الصلاة والسلام لأن الشرك وحوي انتو هل مربو نبي وشرك كشيء عقوق الوالدين هل مربو شيء لكن مركز وقار صوبانو هذا الكبين تاء يا مخرات بينات كمركز وقار واعش هذا الكي علوم حيرين لأن الشرك والإشراك ينبو عنه قلب الموحد وعقوق الوالدين ينفر عنه طبع الصليب أما قول الزور كأسباب بضم باكينتا دواعي بضم باكينتا وحي باكو وحنباري حسد باكو وحنباري عداوت باكو وحنباري ننشع ليسي باكو وحنباري وارشعيل باكو وحنباري هولا بضم باسكجرة ما دام مرك أي سهل انت هاي بينتا إن لو قدعو أسباب فربضان أما مخاتب بين الله فورا وحيا وبنا هب الكحومة يحق بين كل يأدو يكوهل بين الله شيء ساسو نبي وقد دقيا
ولكثرة وقوع قول الزور في الواقع في الخارج في الناس وكثرة شهادة الزور بنبي وقوع عليه ماها إن يكدرينهن الشرك يعقوق الوالدين كدرينه ساس النبي وقوع عليه الصلاة والسلام قيب تهوري قصة أبسن الإشراك شرك ضابط كيسوان إن بضم بين صوت الماني وحوي وإثبات شريك لله فيما هو من خصائص الله الشرك الأكبر ضابطه يتعريف كسوا أنت وإن إله حقي سخاص كا لو ذا جسؤون يخلق من الخلائق إثبات شريك لله فيما هو من خصائص الله التشريع الحكم والتحاكم الكلجي بإسكال عبادة ذبحك صلاة أحكام تاسوردن وإله قوند اللي هاي متك مدى إن أون سيسو أما ملك أما بقر أما جن أما إنسي أما أولي أما أبو تألا أدوي إذا اكتوى إسكا كوبان تا أيضوا شركك أكبر كامرك لقاها الله شركك أصغر كأسوكو شرك الأغراض بالي هذا وشرك المقاصد وكل دوين شركك أكبر كنوع من العبادة أما حخاص ربي لي هاي أياد أحد كلا آديسة إذا وصرف عبادة وصرف خصيصة من خصائص الله إلى غير الله وصرفك أصغر شركك أكبر كا أما شركك أصغر كرياق يصم عضا ليقى أن أصغر معها صرف عبادة أو خصيصة أو حق خاص لله إلى غير الله معها إوام حي شيء الذي ارتبط أول إيمانيسا إلهي بد أصر فينيسا عفوا إلهي بد أتكنيسا إلهي بد أصوميسا أصلا ليسا لكن ضدك بد أشيء أو حد دونيسا إن لقوا أمانه وحلو قصيه صادرت وحلا الشرك الأغراض مراد الله ضحك الشنيسا أذوت كان هيو إلهي درتي ركعتين سنة أذوت كان يي يدودات هلك كاسو أيها يد ركعتي سيف عم بسوك لبحين والاستوسيني سجود بعد يد ركادين ركوع بعد توسيني وادسك لبحين ضماني بعد كحسيري قرآن كعتك بعد كسي ديني هرانا سأل لو سالت كجت كان له هذا كل جان قلناه لكن مركز عطين إيش ملعس وكل صعده الحيو حل ديني زا ويرنش ناشي زا عباد مركز يدوتك تي ودود إلى الله سبحانه وتعالى لكن وشيد أدو الله هذا هاي أين لقوا أمانا أما حيو لقوا حرمية أي تحق لسي ثوابك عبادة وشرك الأغراض صلاة محلو دونا إلهي نوكو قدن بدافة جنات كهش وحاد كل كدون إن لغوغو أمانو وحد كود دونيسا إن حقوق شاها لغوغو شبه شرك الأغراض تاسا اللويل وكل دوين ينات كلفانتان لماذا أشرك إن أصغر النقدة كنو أكبر النقدة من نوع إن العبادة إلهي غيرك أبحسه أود أولي أي ألان خيري أي جيدد أي بلاي أود وحصارته أود وحموده وحق ربك أتسه إذن لابد بوي والله سلام ركا أيضا عبادة تسيسة إلهي غيرك iyo ujeedaya maqsad adeel heer ka kale ah way wada socdaan ayagu marka ayada laakin kan asghar ka waxa weeye cibaadada ilaahay dirtiba oo la intina asalkeedii laakin thawaabkeedii ayad aadamaha soo gelinaysa iyo ujeedadii loo tukanay bad aadamaha soo gelinaysa laakin cibaadada ma siinaysid walidaaba xanafidu yiraahdeen hadii adoo salaad ku jira aad ogaato in weysadu ka jaban tahay مخرج لوجر يعشو لوجره أيه وحلو قاتنا هو يسقبين وحاتنا هذا دقق والقول يا أبي اسكتك وادنا للركوع لي واد سجود لي واد ودي هدو مركان سلام النقصان وحك بحضي وسوي ستو مخرج كذي عشاء واد كت حنا في حدا كافر باط وكفر لماذا ها إذا هذا وحيدا هذا ضدك أولا تمت هو في رسالة معنا شرك الأغراض ما هي تنا ورنا وحد أولا تمت إلهي أمت كنيس هذا ودوك إلهي هوش نكسر عنيد وبلا طهارة إن شرين بد أكتها صلاة ورنا ركعتين كان وحد أولا تمت أم ثلاث ركعات أربع ركعات لي لغير الله إذا مركه كفر بيدهج
هذا حتى تكبد بعده واستهزاء استخفاف بالصلاة وحو إلهي يده هلو وينيات فوضي ستي فأنت كافر أنا في وسطك أحريقية أو شيء فأنتين بيلة طاي مركة كلا فهمة شرك الأصغر إيو شرك الأكبر فارقة ودحية اللوكة لساري عقوق الوالدين ومثلا دبدا حق الضابط كذا هذا أبين أريد أن صوت المامي والدك إن لو عاسي قروبه أولا دبا إنه حاران تهي وكبيرة من الكبائر تهي لم يختلف فيه اثنان من المسلمين لبا مسلمين اسكم هرديان وحمرنا كما تاقنو لكن وحال اسكم بان رافو أمن كان لسوي لأيهاي ووداده كهر دمان ضابط كي يقاعد نورنا يسمى حي التهي أما محوية هاي عقوق الوالدين العز بن عبد السلام كتاب كيسي قواعد المحوها الأنام قواعد الأحكام في مصالح الألام محويلي سوى البنتان أباري أيان أوى الضابط أروري عقوق الوالدين ومحاجر وحويلي وحي أواجب أجانب توالدك وأواجب ما يجب لغير الوالدين يجب لهما شيء والبي حرام تها إن أجانب تلقوا سمعينا وحرام في حق الوالدين وحول بي والدين تك أمرانا إن لفري واج لازم ماها قيبا لقوا خلاف بور شيء والبي كاريبان إن لقى حرانا مر بيس لازم هين وحبا لقوا خلاف إذن أمر كذورا ماها بور مثل فلنا يو وحي كاريبان ورنا ماها مثل قتقيو سيدو كلي وحي أواجب أجانب وواجب وحي كحرام إن أجانب لغصة ميان أيقونا واك حرام وحي كذا دوين بنادن كالضابط سواء وايبون الإمام ابن الصلاح ويا قرانا هاي هذا كورنا يدودن العز فتاوي سوحكوش قد ضابط على المدى أصلا إنو ليا هاي وذات كاس فقيها سنضع كير يا أنا قد قيست ضابط إنو ليا المدى لكن مو هذا القادم لكن عقوق الوالدين فتوذي سمت بعضا أيو كشيغا وحوي يدأسو كشيغا وكل فعل يتأذى به الوالد كل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين وليس من الواجبات على الولد ضابط كسر صوغ سيداي والله بيد قروح سن معيدي عقوق الوالدين هو حاوي فلو الباء والدك ودب سنة يدب وي دب خفيفة جرا ومحاوشي هذا مثلا هو يدا صلاة عشاها إن هذا دحل عبسي يرتشرتو وإسكت دب سنة هو يوم إسكت شوكت قلقوا ما إسكت تكتت صلاة دين لسوت كدنا وهو واجب إيه صلاة الصبح وكالي هؤلاء عضي أيضا قدنا هنا يسوى والدك قال لي إذا أكون ناجز بي واركي سنة يكو يرني بتوي ويكالي حانوسا والد واسكت قلنا هذه صادر تدوحوري وافعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين أنفضي مثل فضوى الله دول قدنا يا برو عقوق من نقوني وليس من الواجبات على الولد واجباتك كسارنا إلهي كساري والدك ضد نهار نبسدي ميت كتك إذا والدك بتي عقبة مية لقوران مايا ضابط قصص الشيء وذلك سيردون البلقيني كتاب كيس الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام الصقو حوش إلى ضابط وركو الشيء بري العز وحبك مجران صدح ضابط بانكو أورن كرا صاد ضد النصار ده ضد النصار ده أنتم يقدر يستور ما هي تقولات كل حوش يقولي هاي عقول الوالدين ضابط لو ما هي نبى وقت هاي إسكندر عين وحديري هاي نبى ملها الصقو حوش ضابط كم دقيقة قبصة ما عد عرفا حقوقا فهو من العقوق سكو سو غبر كاسو دحس كدغي بودا واني ورك او شيغا حتى ابن صلاح و سكل لخدار ملايدي و يدي ما عد عرفا من العقوق فهو عقوق للوالدين ورش معايا لي بودي هي ما دام مساله ان قاعده شرعيه اي تاي لوقدنا ان لو ان لو حدينين نبي محمد يا الله انا ايسن نو حدينين حق الله لا بنا يا عرفي دقن كان مسلمين تا لو حدينيا يعني محل لو فسريا وقاعده اليين شيء ان شارع عدين لابد كيسيه حد كيسيه سيريس اوسن شيغن شارعه
luqadana aan lagu cadeyn karin seeraha iyo xadka shaygu uu leeyahay. Maxaa loola laabtaa? Curfiga muslimiinta. Bidaliil maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cinda allaahi xasan. Qaacida cabdullahi mascuud waa ahar saxiixun canhu, waana qaacida ijmaaciya. Waxay muslimiinta oo dhanba u arkaa inuu wanaagsan yahay waa wanaagsan yahay, waxay muslimiinta oo dhan u arkaa inuu xun yahayna waa xun yahay. Lagama hadlaayada muslimiin gobol jooga la socaad, qoys yaroo baabuur qaan lagama hadlaayo, Soomaali lagama hadlayo, muslimiin oo dhan baa laga hadlaayaa. Sidan bidcooyinka iyo shirkiyaadka aydan u dhihin way nala fiicnaayeen, idinka buuqa nagu furay aydan u dhihin. Idan maa cudda curfan annahu cuquuqun fahuwa min alcuquuq. Idan wixii uu walad ama ilmo ama ubad uu sameeyo waalidkii aabihi ugu sameeyo oo dhaqanka muslimiinta marka la fiiro loo arkayo xadgudub, meel kaga dhac, caasinimo, khayr darri loo arkayo, waxaan leenahay waa caaqnimaan leenahay. Daabidkaa iga qabsada buu. Midka labaad waxa weeye, kullu maa yu'dihima mima yuta'adha bihi caadatan watacadda bihi lwaladu fahuwa xuquuqun. Kiyoru muxuu kaga duwan yahay? Waxbuu ku daray hadda, kullu maa yu'dihima, wax walba waalidka dhiba, oo mima yuta'adhaa bihi caadatan, waa qayd, wax waalidka dhibaya oon caada ahaan iyo dhaqan ahaan iyo curf ahaan la dhibsanin baa jira. Mima yuta'adhaa bihi caadatan watacaddaa bihi lwaladu, waladkuna uu ku xadgudbo oo xadgudub marka isaga la firile waad xadgudubtay seerihii baad jiidhay la odhanayo, fahuwa xuquuqun buu yidhi. Weedha ah watacaddaa bihi lwaladu, waxaan kaga ixtiraasayaa buu yidhi, aabbaha iyo hooyada haddaad xuquuq iyo xoolo isku qabsataan oy hooyo iyo aabba xoolihii ku siin waayaan xaqira aad ku yeelato, maxkamadaad ka dacweyn karta, waa lagu xidhi karaa buu. Xabsiga hooyo aabba lagu xidhi xaqaad kule dartii ma xuquuq baa? Ilmuhu wuu xadgudbay, miyaa la odhanayaa? Mise xaqi waa la dalban karaa? Qaadiguna wuu xidhi karaa hooyo aabbadii darta? Hawsha waa nagu adkaataa annaga ka Soomaali ahaan, laakiin wadaadihii carabeed way sheegeen. Daabidka waad fahanteen bay ila tahay. Daabidka saddexaad, kullu maa yalxaquhumaa bihi mashaqatun daahira mima yasturu min alwaladi biikhtiyaari laa yaxtamilu mitlaha alwaalidu mima laysa lahu lilwalad. Daabidkaana wuu sheegay labada hore iskaga gaabsada, maa cudda curfan cuquuqan fahuwa min alcuquuq, kullu maa yu'dihima mima yuta'adhaa bihi caadatan wa curfan watacaddaa bihi lwaladu fahuwa cuquuqun. Ama daabidkii hore uu sheegay ibnu salaaxi ahaa, kullu ficlin yata'adhaa bihi alwaalidu ta'adiyan laysa bilhayini walaysa min alwaajibaati cala alwalad fahuwa cuquuq. Idan mas'aladii habeen dhow aad maraysayn baa ka mid ahati, dawiyadaa ku tiraada islaanta fur ka warrama, islaantan lama noolaan karo, ma hayn karo, waa inkaar qabday, iga soo booday, toddobadii badood baa soo tuftay, maba ducaysno, hooyad aabaheed baaba soo habaray, dhaafaday soo isagta maamadii, maxaa la sameeyay? In haddaad tiraa islaantu biyaan ka dhex arko, caruur baya haysaa, calooshida baa kala taallo, haddii xoolo badan baan ka baxshay, haddaan xoolihii meelan u doona, ma hayo hooyo, iska dulqaado, haddii uu la soo istaga wiilkeedu, maxaa la sameey? Aabbaa yidhi fur, imaba soo gashatani, waan ku khaldannay, wax dhib diineedana ma sheegayso hooyo, aabbana wax dhib diineeda ma sheegayo, way un ku sanifeen, maxaad galeediyid? Ya Cabdullaahi Mucuuri, waan haysanaa islaanta. Habeen dhowood waxaad soo maraysay Sayidina Cumar ibn Khattaab radi allahu tacaala can oo wiilkiisa Cabdullaahi ibn Cumar ku yidhi islaanta fur, kadibna uu ka diiday
suubanaha iskula dacwoodeen, nabiguna uu ku yihi atic abaaka waaliqha, aabbaha cumar adeec oo gabadha fur. Xadiidkaas jawaab ma laha, xadiid culus weeye, jawaab ma laha muqnica ah. Wadaadaha luqluqay kama soconayo. Nimanba waxay iska dhaadhicin oo yidhaahdeen sayidina cumar gabadha wuxuu ku dhibsaday waa diin, diin buu ku dhibsaday. Saa darteed diin xumo ay qabtay buu cumar ku dhibsaday. Ibn cumarna iskugu dhajiyey iyagoo raba cumar inay difaacaan. Ninka sidaa yidhaahda isagoon u qasdin buu sayidina cabdullahi bin cumar caayaya. Cabdullahi bin cumar baad duraysaa isagoo la og yahay inuu masaa'il fara badan iyo howlo badan uu ku ahaa manaaqib khaasa ku lahaa, oo xataa aabihii hijrada uga soo horreeyey xagga itibaacana iyo sunnada si loogu dadaalaa nin kula mid ah maba jira saxaabada. Nabi maxamed uu siduu jeclaa waad ogtihiin. Yacni diin xumo yuu cabdullahi bin cumar islaanta ku hayso iskula dhajiyey, cumar baana diin xumada arkay, waxaynu qaadan karra ma aha. Iska ilaaliya idinkoo sayidina cumar u qiil bixinaya hee beerkaa kaga tumanina he cabdullahi bin cumar. Qowlka iyo madhabka hadiyo goor ilaalinaya maqaamu saxaaba ayaa awla min gayrihi, in badanna waa idin soo celi. Wax diin xumay gabadhaa qabtay ma jirto. Waalidka cumar ahaa unbaa ka soo booday oo diiday. Warku waa sida haddaadan dhihin aafo kale ka imanaysa. Nabiga ka ii dambeeyo waan ka soo hadlay. Idan warka ah dhibaato diineed oo xumaan diineed bay gabadhu qabtay, ibn cumarna ku watay, cumarna ka xanuunsaday, waa hawl khatara oo ninkii aad u fiirsaday ereyga uusan ku dhiiran karin. Laakiin wadaaduhu marar badan waxaa ku dhacaysa afraaddooda ghafla iyo dhuhuul, iyagoo maqaamka cumar eegahaya ayaa waxay ku istaagi karaan. Cabdullaahi bay isha ka ridahayaan, lianna inaan wax xumaana diinyada aysan qabin gabadhu, nabigu wuxuu soo istaagay adic abaaka. Ma dhihi ma naag xun baad haysanaysaa? Naag xun oo taariku salaadada oo dariska dhibaysa oo carab dheer oo qaraabo goys ah oo riximkii ahlku u dar, nabigu cillad uu sheegi lahaa. Furitaanka gabadha nabigu wuxuu ku cilleeyey daacat alwaalid. Hadduu ay cillo kale jirto, nabigu wuu ku cilleyn lahaa xukumka. Xukumka la amray cabdullaahi muxuu ahaa? Fur gabadha. Wa cilatuhu daacatan lilwaalid, daacatan lilwaalid. Hadday cillo kale jirto maxaa la odhan lahaa? Xukumka marka la cilleeyo dhan usuuliyiin, alaslu allaa cilata ukhra, alaslu waa cadamu cilatin ukhra. Asalku waa inaysan jirin cillo kale oo xukumka lagu tiiriyo. Xukum kastana loo tiiriyo, xukum kastana cilluu leeyahay. Wa cilatu lxukmi laa tacdu awsaaf almaxalli baa la yidhaahdaa. Awsaaf almaxal markaynu fiirinna muxuu noqotay? Gabadhaan xumaanay lama sheegin, ibnu cumarna ma sheegin, aabaheed ma sheegin, nabigu ma sheegin. Idan cilladii mansuud ma daacatan طلقها واطع أباك. إذن طاعة للوالد. أبو الدرداء نينك ويدي أي تري فور إسلانت ويلك ويدي انتي ودي 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 يكو تري قرسو 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 سي ودي إسلانة يجعش يكو ميريس إسلانة بادوق دا كسو بود فور بيت وهو يساني كافر دين واي ماها سكد دا يفر وكي كسفر عراقي أو سفري شام يدمشق. Xadiidka riwaayadku waxaa ka mid ahaa ninkii islaantii wuu furay, famaa kharaja min ashaami xataa faaraqaha. Kii Abu Dardaana ku taliyey sidaa iyada. Markuu xadiidka u sheego yidhi anigu furna ku odhan maayo, qabna ku dhihi maayo, laakiin xadiis nabi baan kuu sheegaya. Xadiidkii buu taabsiyey, riwaayadkii qaalna kadib wuxuu kula taliyey inuusan hooyadii caasiin, kadibna waa furay. Xadiis sidaa iyadoo u cad ayay culimmadu waxay u badan yihiin, hooyada iyo aabbaha hadday ku dhahaan gabadha fur, wax diineed ood adigu ku dhibsatana aysan jirin, in la adeeco waajib maahay u badan yihiin culimmadu. In la adeeco
waajib ma aha. Hooyada waxay tiri gabadhii fur, aabbaha wuxuu yidhi islaantii fur, wax diin ay ku qoonsadeenna oo diin xumaana ma ay jirto. Hooyada inaad adeecdo gabadhii furto waa fiicantood, hooyo ka farxiso, ajir badan baad ka heli. Aabbaha inaad ku adeecdo ku xurmaysana waad leedahay, ajir badan baad ka heli. Laakiin hadaad soo dhariijiso islaantu kaa dhex bixi weydo ood hooyo ku diido hawsha aabbana ku diido furitaankii gabadha, macaasi baa tahay iyo caaq baa tahay. Jumhuur ahlilcilm waxay leeyihin may caasimatii, in lagu adeecana waajib maaha, way bannaantahay ama waa mustaxab. Caasu waalidiinna ma tihid, warka inaad fahanteen bay ila tahay masaladu, sidaas way usuusheedu. Daabidka hadda aynu sheegna marka miyay soo gelaysa? Soomaali curfigeeda intaan ka warqabo, nin hooyadii ama aabbii islaanta fur ay yidhaahdee, wuxuuga isdhariijiyo yidhaahdana badan sheegtay, waalidkana sabay, kadibna islaantiis iska dayisa, uma arkaa inuu yahay caasi, inuu yahay uma arkaa, bal waalidka eedaynaya. Hooyaa lala fuuli oo duqaa lala fuuli mowduwaalan tahay, reer dhan baa duminaysa, si wax kaa yahay islaantan iyo wadaadkeeda ka dhexbaxa, maxaa ku dhexdhiga reerka? Soo wiilku kuma soo salaamo, gabadhu kuma xidhiidhiso, ma ceebaysan tahay, maxaa kaa dhiga oday ceebeed? Habar un reerun bay dumisaa, duqdaa waxaa lagala dhacahayaa, feerfeeri ula san baa la cadhisanaya. Curfigeenna inagu caasinimo ma aha. Culimmada badankeedna waxay yidhaahdeen caasiba caaqnimo ma aha. Laakiin saxaabadu meeshay soo mareen iyo xukunkii nabiga, hee, waad arkayseen. Anu halkaasaan kaga tagaya. Wixii kale idinka idin taalla. Ma waa idin qiil bixiyeen, laakiin hadda meeshaad nabiga ka mar lahaydeen iyo Cumar iyo Abu Darda, idinka idin taalla. Intaa idin qiil bixin kara waa idin qiil bixiyeen. Abubakar Sidiiqna waa idin soo sheegaa dakoor, Cabdulaahi Bakar wixii dhex maray. Inta aan kaga tago, tataabasho mayuu ku tiigasha malaha mas'aladu. Haddii lagu sii tiigto, waxay dhaheen Soomaaliyeed gacmo gel jiray, maxaa la yidhi? Kor looma dhaqo, hoos baa loo dhaqaa. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما عن صلى الله عليه وسلم قال النبي وحول الكبائر كبائر ذنوب تواوين اي من الكبائر عندها العلم من الكبائر مساله خلافيه وحيسكو خلاف علماء ذنوب ثم كبائر يا صغائر بيد هي نمان ان بدنين وركدر باطل هي يا وحيد هذا ذنوب كبائر يا صغائر ما لها ذنبي ولبو اله لو عاصيو وا كبير من الكبائر بيد هذه قران كان بينيي sunada diiday, ijmaaci saxaabada diiday oo taabiciin wadaadahan dambe, marka khilaafkoodu macna ma laha. Dunubtu waa kala weyn tahay, ma sinno isku meel lama joogto. Min alkabaa'ir, wa dunubta waaweyn waxaa ka mid a alishraaku billaah, nimanka sidaa yidhi oo kabaa'ir dunubtu lumaayo sagaa'ir waxaa lagu qilbixiyo la yidhi marka la eego axadkaad caasinayso eed ku gacan saydhay eed amarkiisa diido alla ah subxaanahu watacaala, marka la eego dembi yar iyo dembi weyn midna ma jiro. Dembi yar iyo dembi weyn ma jiro marka laga fiiriyo axadka aad caasido ilaahay weyna ah subxaanahu wa tacaala. Laakiin marka dunuubta iyada la fiiriyo is ahaan loo eego, dunuubtu way kala weyn tahay. Hooyada iyo aabbahadaad ku afceliso afcelinta badan iyo midda yarba waa maxay? Waa kabiir meel kabaayir, waa xumaan, waa lidnaan. Laakiin wadha aad ku celisay iyo qaabkaad u hadashay iyo tii hore way kala weynaan karaan, way kala khatarsan yihiin. Marna dembiga qudhigiisaad firin, marna axadka la caasinayo ayaa la milicsanaya, way kala duwan yihiin. Marka intaan bay u jeedaan baale nimanka diiday nama khilaafsanay yidhaahdeen. Meel kabaa'iru dunuubta waa in waxaa ka mid a alishraaku billaah, ilaahay oo loo shirigyala ka mid a, wa xuquuqul waalidayn, labada waalid oo lagu caasi garoobo ayaa ka mid a ayagoo la caasiyo ama la dhibo. Wa qatlu nafsi, naf ilaahay xarimay oo la dilaa ka mid ah. Wal yamiinu lghamuus, dhaarta beenta ah, alghamuus dhaarta timbisa, ruuxi sameeyey dunuubta timbisa ama naarta gelisa ayaa ka mid a. Rawaahu lbukhaari, bukhaari baa xadiidka wariya.
اليمين الغموس حول النووي والتي يحلفها كاذبا عامدا ودارت وروح كدارت كاذبا اسقو بين شيغيا متعامد ان قستي انو بينت شيغو اما انو فلك لا يماد سميت غموسا بالغو مغع دبي لانها تغمس الحالف في الاثم ثم في النار روح دارت بين النار يدنبي دحتين بينيسا او يقوسنيسا اما مخورنيسا إذن ساسي دنوبتي سطبا دعين الإشراك بالله بالله دوادقاي عقوق الوالدين قتل النفس با قدال لقيي يدو إجمع لسوقوري يبا دنبي الإله اللي وعاسي بعد الكفر والشرك إنو يهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إنه يتاي لسوقوري مركا لكن نبي قلبا بحسب المقام والحال بكوها الله يهي شرك وحكو الرئيسو ومجره لكن ترتيبك كبائر تكاري مر بي استوام مران اما وا تصرف من الرواه اما وا مقتضى الحال هذا الكسوب بحي او بحسب الحال او بحسب المقام وانك سو مر وعن ابي هريره رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمرو العاص عفوا قال صحابي وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر الذنوب تواوين وحاكمه شتم الرجل ننكو افلاقاديه والديه لابد الاشياء افلاقاديه شتم الرجل اي سب الرجل روحوا انو عايو والديه لبد الى شيء. صحابه ويابين عرفي يا رقن يا دين اهم بقلبه وقادم واي روح با والدك عايو افلاقا ديني. قالوا حيث النبي الله يا رسول الله رسولك لو هل يشتم الرجل والديه وهل يشتم الرجل والديه من نبى لبد الى شعايك النبي الله افلاقا دينك لو جاي فينكرا. قال النبي حول نعم هاوي دعيسا يدوك ميدا فاهميني يصب ابا الرجل من ابيه بغضوك عاي يصب الرجل أبا الرجل ننبا وحو عايا نن أبي والد كبد عايزة فيصب المصبوب كل عايا وحو عايا يا أباه أبا الرجل الساب ننك وريد وكعاي أبيه بذوق عايزة معايا لي أنبا أبا بعد عايدو ويصب أمه ننبا هو يدي عايزة فلقا دين وحكشي حمانة فيصب المصبوب أمه أم السابي كي هران وحسو عاي هويدي بس نعاي هيا إذن هذا لبدا والد بعيد أسو تشيدي وي متفق عليه وفي رواية رواية حديث كولي وحاكو يمد إن من أكبر الكبائر ذنوب تواوين وحاكم ذا أن يلعن الرجل والديه ننكو إنو لبدا دا شيء لعن ذو نحريس تكفق إيه لعنات باكو قطة الأجر هذا إذن قطة الأجر هذا قيل وحال يا رسول رسولك إلهي كيف يلعن الرجل والدي روح مسلم سيدي لعن ضيا لابد الشيء قال النبي وحولي يصب ابا الرجل ان ابيه بلعن ضيا صب هنا والعن دي فيصب ابا اسنا ابيه بلعن ضيا ويصب امه يدي بلعن دي فيصب ام اسنا يدي بلعن ضيا روايه قالوا حديث كولي هي ان اكبر الذنب عند الله بكيبت ان اكبر الذنب عند الله ان يصب الرجل اباه او والديه مرك وذنوب تؤوين عند الله وان الله بده كل شيء اسجد افلاقاديه جاي فكا امانيسا نينك ادو واد كحد غدوبتي كا امانيسا حديث كان مركا وحا كجرا قاعده الاورن جري قاعده سد الذرائع وتحريم الوسائل وحديثك اصل ويا حديث كان اسغا قران كان اصل كيس لغا سو قاتاي حديث كان معنيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولد مالك ومغربي وحو قري كتاب ورنا يحدثنا حديث كسر والنبي محمد كسر عن ايات قرآن اي كفر ليا اما صراحه او استنباطا كتاب رمبو قري اي كان وحديث صحيح قران كان مالك قل لي حديث كان كامل حديث وحو قل لي ايات دي عن عام هذا ايدي شيغي ايات دبتها كان يا ايبر هاي لي مركز أصنام تدي إلى هيدا عايدان وحن مشركين تبختك الله يفنن هيان يا كدا يا لي دونك هذا مركز أدو ونن كان والدك يهو يدي أبي وحكاش يكتو وحو في قادنا يهو يدي يا أبها عايدة مركز هو يدي يا أبها دا أسو تشيدي عايدة أسو تشيدي والنبي وكردك عليه الصلاة والسلام أدو إنا ستوسو عايدي أبا يهو يدي رواية حدك أولي هاي وعقوق بالنبي عليه الصلاة والسلام إن أبيه عيده
ama hooyadii aflagaadayso kadibna hooyada ayaa aabbaha u higaadsho waa caaqnimo oo caydi ninkan hooyadii aabbihii cayday baa caaqnima maxaa yeele waxay keentay waalidka in la cayay keentay adaba caasiya marka iyada ah marka xadiidku qaacidaasoo asal u yahay qaacidatu sadi dharaac wa taxriim alwasaail shay asalkiisi banaana matalan oon dhib lahayn hadduu dhibaato keenayo in laga fogaado in laga fogaado aayadda qur-aanka sheegtay aalihadii asnaamtooda baktiga waxba ka jira baatay in la caayo way banaanay laakiin markay keenayso in ilaahay lagu xadgudbo ma banaano lagama hadlaayo awliyada ay ku xadgudbeen iyo ambiyada iyo sulaxada waxaan ka hadlaynaa dawaaqiida raalliku waa in la caabudo in la caayo way banaan tahay ila taaquud baa jira binisbati lilcaabid illaa binisbati ilay baxdigaas marka aynu ka hadalnay filaya kutub alcaqaaida laga fiiriyo iyadoo banaanayd baayaa laga leexanaya waxaa kaloo ku jira matalan xadiidku daliil u yahay in aadan biyo iyo saliid iyo caano aadan ka iibin kar nimaad ogtahay inuu isticmaalhayo si xaaraan ah saa darteed fuqadu waxay yidhaahdeen adoo ka waanlaa oo hilibka iibiya nin dhala khamro ah wata kiili hiliba kama gadi kartid la-anoo khamrada ku goosanaya waa ku cabbahaya rooti kama iibin kartid rootigusu xalaal ma ahayn in laga iibsho laakiin muxuu kaalmaysanaya khamro cinab iyo gelay iyo masagi iyo qamadi kama iibin kartid nin ka dhigan haya khamro guri xalaal adu waa dhisatay bangi kama kareyn kartid limaada bangi riba ku shaqaysanay bangi islaama kama jira dunida doonyaan laidiin sheegi bangi islaami ah islaamic system howlaha waa sheeke berley caamada lagu dhacaa caamada lagu waleeyay hawsha iska ilaaliya bangi nidaam islaami ah ku shaqeyn dunida kuma ogi anugu mana jiro 2009kii waagi idin soo bilaabeen bunuugtii isli idiin soo galay ilaa nairobi daatana waan iska daayaday ribo weeye warka jooga 2009kii ilfaa ii qaadeen 10 sano kadib 2019kii iyo wadaadihii waagi hore idiin fatwado waa xalaal idin yidhi iyo waxaydan dhaheen waa xaaraan waana la siray indhahana la qabtay yaa indhahaydan qabtay warkaas aniga ma daadegin laakiin iska waa la iska leeyahay oo iska ilaaliya hawsha iyadaa xadiidku wuxuu asal u yahay shaygaadi xalaasha ah haddii xumaan loo adeegsanayo kama kirayn kartid gurigaadi qolyo ku tumanaya ma ka kirayn kartaa waad ogtay inay ku tumanayaan tagsiilaa tahay qolihii khaniisyada lagu naqaad oo kalaabka nagee waadna ogtahay inay wixii xumaa u socdaan ma qaadaysaa ya aniga waa la qaday dhiina su-aashiiga jawaab su-aashiiga jawaab aniga meel kale ha i dirin hawshaa iska ilaaliyo lama qaadi karo mara xariira ma siin kartid nimaad ogtahay inuu xidhanayo mara xariir ah ma siin kartid nimaad ogtahay inuu xidhanayo ama malaha u badan yahay laakiin waad siin kartaa hadduu malahaad u badan yahay inuu xaaskiisa siin walaalihii gabdhaha uu siin ama uu iibsanba waana wixii kala faanto malahaada u fiirso wax badan baa ku xidhan adoon ka warqabin laakiin haddii kartoonma lagu soo saaro tagsiilo oo kadib saad u wada markaad dejinaysa ma aragtay baashu inay khamro tahay he qowlaha tafriiqi safqa minhaajka ka fiiriya hadda gor baan ka soo hadalnay qowlaha tafriiqi safqa idan waxaa weeye wixii aadan ka warqabin oo horena intaad qabataad iska xoolaha kale uu ka aafayni waad iska bixinoo meelaha iskaga soo dir musqulaha masaajidka ha lagu nadiifiyo toilet paperka lagu isjiista lagu iibiyo howlaha loo isticmaalo laakiin korontada iyo nalkii nadaafadda howlaha lama soo gelin karaa suuqa hatar weeye meelaha ku tuur marka horena ma qaadi kartid haddaad ogtahay haddaadan ogeyna wixii ka soo baxay gaalkaas kugu darin inaad dantiisa u qabatay xoolihina u daysee ruf baa laga soo siin kadibna waad dhaafinaysa caruurtaada cunsiin maysid akoonkaadana ku shuban maysid waad iska ilaalinaysiin ka aafaynin xoolihii xalaashaad saqaysatay su-aalaha caawa soo furteen maxay tahay dug
نظافة إسلامية وركز أقعد نوشك أرجع أقعد نوشك هل حل هل هل بولي معيدة نير حلال مرة شو بيني اللي هو شيء نظافة إسلام حقيقة كيمد حقيقة تيمد حقيقة تيمد الديفانسي عبد الرحمن بنجيجا شرعيجا لغوصينا بنجيجا حكوصينا يا شرطي الوغل وحاكميدا انا سيستم كاكوشا قيسو ربويجا بنجيجا شهادة ساسا لغوصين با مركز إيشك قابك نافذ إسلامي نافذ إسلام سلطان لبكوني ساق نوبا بيسان ما إنما كدوبا يكي مدي خليجا إنو أفين وركدا يكويني نافذ إسلامي وحلا جرام متشران نمان دكتور روه وين البروفيسور راه ايا كتبك قول وباطل وحبك بشر وما ديان لافين قولي ريم مقدشين مودينين دامان بهذا سو باشو ايا كو قمامه هاي بنوك باسو عد تنزانيا يوغاندا نيروبي وحاس اسكا الاليه جيبوتي ما تكتب اسكا الاليه ربا ضيا ليدين قرني ربا ضيا ليدين قرني جوغا أدو أكنا ربطها إنا قشار دانتا إنا تأويل فاسدة كبر نيستو تأويل فاسدة مربع كدر أنت لأنه إن لو قالوا بعد عكرت خمرة أنا أقول إني خمرة دان عبنا وادم بي هذا عنده إن لقد رجع حرام كبشط ويبنان تكورم هل لي ترى خمرة عب أنا أقول إني خمرة هاي يا ويد مدافع ماريوان اسكم ما تجايي ما ترادين حاسبات هاي كبيرة من الكبائر وحانكو إن لقد رجوم بحاران يحوك بشرة قاعدة إن الله وكل قاضي عشك القو آخرين هيو دم بلاها كورما كافر باتاي كافر بالله العظيم تأويلكم مربو كدرين هاي مع صيادة والقرب على تأويلكم مربو واتكو قالوا مركة قاركوت شكا إلى ليا واجد بكرس بنكي إيكوت بنكي إيزو قبط بلايد شيادينتي ها أروحي هوري وين أي شيء كون دمبنا وري فاست يقد قلف يقد داي واجا سدانتين ذك إلى اللي يسين باش نمان كان شارك إسلام كدين صوحي داي داقت بان فرأي دريشت بان فرأي دنكو هيا إينا آفينين أيجا كحن قوي قال هذا قوة إسلام كشيء قطع كحن أنت سو وجهي كحنيين مران مير قبان كهذا الدورة هدي الله إجارسي يقسمه إسكا إلى لي حديث كوحى كجرا من فعل السبب من فعل السبب اختيارا فكأنه الفاعل لشيء مباشرة وقاعد وهذا وقاه القرافي وهذا وقاه ساق الشاطبي في الموافقات حديث كان يقص عليه سنتان فالك روحي سمية أو سببك اللي مادة أسوقه فانسن سببك وحي يا قرنية اختيار أولي من سببك وحي كذا شيء أسقى سمية نبا كوري سو كان بين قرية فرت إيسار يدورك فرت أصارتي وقول يستمعون نقضي إله يرى يشرع يحلل ويحرم أذا سمية إلها اسكا إلى ليا حاسودو بيش سيدي عكس باسودو شركة الاسكوي مادي وليمد اللي بعد ما كمبين باك الصعودا أو شو حركة يسوق وسطي حري إسلالية نينك حبن برلمان دورته وعودية فرت السارة ما قدش أود بار إنه حبن برلمان وضع برلمان محاطاي وشرع الدتشية وحوالا سمين كرا لما سمين كرو كان انك سمين واحدين هاي كا قانون كا قوانا يا إلها يرى وحنا حررها حلمها هي وحنا حرمها يا سمين وقد شفل كيسي فرت أدقو ستدش كسي سي أي كسو يو كسو بودنين كان مدح كوسا اسك إلالية يداك أو كتا وفوك نفخ هو شافهم قد تروي نبي محمد محوليه ننكي نن عايا هو يدي أسوغن هو يدي أو عايا هو يدي أدا عايا ونبي الله هو يدي عايا ومقوره أدا السببي وأدا السببي
intad marka gaalo waaweyn iyo mushrikiin iyo dawaaqid iyo ilaahay noo dhistan oo samaysaan yaan hadhow makan iska kiila laatay waxa dhinaca in xusanada waa takfiir waxbu gaalay siidaya kuma ka joogtaa idinku balaayada iska ilaaliyo awshan xadiidkan khatar wey sharh dheer buu baahiyaa ninki abu abdullahi almaajiri sharxiisa muslim almuclim aad baxadka u sharxa isaga ka akhriya awshaada la iskaga ilaaliyo waxaaba ka darana shaygii macsiyada ahaa inaad ku faanto baa ka sii daran culamada xanafiya maxay yidhaahdeen jamaaca min culamaa lxanafiya waxay leeyihiin almuganiyatu kaafira almuganiya gabadha heesaada ee fanaanada waa kaafirad bay yidhahdeen limaada ka jawaaba fan iyo sugaan baad inku leedihiin gabdhaha hadda haysta isag tiktokga iyo isheeg wixii aad facebookga ya ee sagiir iyo kabiir ba laysru xahaayee fanka la yaado almuganiyatu waa kaafira yidhaahdeen jamaaca min culamaa lxanafiya limaada ruuxa muslimka waxaa la rabaa bini aadam weeyo hadda macsuumihi dembi baa ka dhacaya laakiin dembigu markuu ka dhaco waa inay cabsi la socoto waa inuu ilaahay rajaynaya inuu dembi dhaafo waa in qoob gariir ku jiro ruux cabsanaya waa inuu yahay ruuxan ku xaragoonaya macsiyadii ka warrama ku faraxsan ku xaragoonaya abaalgud lagu siinayo xidig weey waaba asagaa dayasho mudan idinkuna reebaadiya madax kuskuusan baabitiinba almuganiyatu kaafira dhin waman ittakhada almacsiyata xirfata faqad kafar bay yidhahdeen waman ittakhada almacsiyata xirfata faqad kafar shay xaaraana oon bannaanayn ninka shaqo ka dhigto ku shaqeeyana ka warrama asna waa kaafir bay yidhaahdeen dadkan bangiyada ka shaqeeya ka warrama ee xirfada ka dhiga iyo meherada iyo minada ku shaqaystaan gaalnimo weyn joojiya waxaan ka hadlayaa shay macsiya ah qolyaha sigaarka ka shaqaysta ka warraba qolyaha jaadka ka shaqaysta kuwa khamr waa baal weyne khambarada iskaba jooji hawshaa bal ka warrama daraagis kuwaa ka shaqaysta heesaha kuwaa ka shaqaysta waman ittakhada almacsiyata xirfata faqad kafar limaada maxaa lagu gaaloobaya lanno waad bannaysatay leeyihiid waad bannaysatay wax dareena kuguma hayso ma danqanaysid ma diiraysid waaba kula quman tahay gabdhaha aljaziira ka shaqeeya ka warrama xukumkooda shaleemada wadaadaha baashaan u bixiyo hadda koor jaziira soo ma taqaanaan idaacatu ljaziira qanaatu ljaziira albathu lxay liqanaati ljaziira gabdhaha ka shaqeeya islaamka sheegta ka warrama xukumkooda markaan binaan calaa hada ra'y alxanafi leesh gabdheenna ku xaragooda cawradooda inay muujiyaan maxaa u xukum ah inay timaheedii bannayso oo luqunteedii bannayso oo xabadkeedii bannayso oo kubkeedii iyo fuulankeedii bannayso iyo buudideedii bay ku xaragoonaysa kadda haddaad dhahdana mala gaabaa galay middiis asturta loo arkaa inay reebaadiye tahay inay dambayso mutakhallifa tahay dabca xajariya loo arkaa nuska xajariya laa tastaxiq an taciish ninka ku xaragooda macsiyada muxuu noqonayaa waa nin bannaysay leeyihi waa inay cabsi jirto waa inuu qoob garir jiro waa inuu rajo aad qabto ilaah inuu kuu dhaafo waa inaad xishood jiro haddaad xadhkihii goyso baashi macsiyada ku xaragoonayso ama shaqaba aad ka dhigato idan waa kufri bay taagan yihin culummadu idinka waxaad ka hadlaysaan hawlka iyo kufri waaweyn oo ilaahya la doorta baad ka hadlaysaane hawsha iska ilaaliya diintu saad moodaysaan maaha faham bay idinka badan tahay wacan abi muxamed ibn mudcim annawfali ana rasuulah sal ly wasalam qaal nabigu wuxuu yihi laa yadkhul jannata jannada ma galo qaaticun nin goyo qaraabadiisa qaala sufyaan yacni ibn cuyayna abaa muxamed fii riwaayati ibn cuyayna wuxuu yidhi yacni nabigu wuxuu u jeedaa qaatica raximin laa yadkhulu jannata qaaticun qaraabo goys
janna ma gala nabi markuu leeyahay wuxuu u jeedaa ninka riximka gooya soomaalidu way yaqaanaan xadiidka waxay dhaheen riximgooys waa reera naareed aduu mahmaadan tii reebarid ugu hoos waday iga dah tayada anuu ku soconhayaa riximgooyse waa reera naareed baa la iska ilaaliya mutafaqun caleyh marka riximna waa maxay waa axad walba ood og tahay nasabka idiin dhexeeya taqaan intuu doonaba ha gaaba ayagun baa kala sokeeya mooyeyne riximku xad ma laha waa axad walbad og tahay nasabkiisa bacuda aw qaru dhalashada idin dhexaysa aad garanayso wey ama xagga hooyaa ka yimaado ama xagga aabbaa ka yimaado وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة المخزومي عفوا الثقفي رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول إن الله تعالى حرم عليكم إلهي وحول إذن كحرموا إذن ديو إذن كرهب المسلمين عقوق الأمهات هو يوينك إلا وعاسيه لدبوه وحيدا علمه ومن باب تخصيص الشيء بالذكر تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لعظم حقه إظهارا لعظم موقعه في الشريعة إذن معنوه ما أمركم النبي وليه إلهي وحيد كحرم يهويين كإن العاصي أو لقوع هذا العلي أو أمرك ظل خلافه أو الله ربي وليه ما والد أبياش إلا فصحه وحال قطوس يهويدني أباه قدر أنتهي حقوق الأب نوى حرام بالإجماع حقوق الأم نوى حرام بالإجماع ومن كلا دريه إن الله حرم عليكم مدك له هويدا انت بدن لو غعن سيرايو اودو واني وينو اسكا كعلم انت كدعه هاي فودو كو غليم قول كو ولا بخيو وان ميل بو كو ساري حقيس كو كدع سن با اسو ام كل كو حاجودو يا كل كو قو دبيو وخيس كو كدع سن يا اسو هويو لكن وا تبر درنتاي وا ضعيفه وان حريص بدنتاي مركا ان لو حد غدبا بدن هويدا ميشا ابو وحيا بدن لو خيريو ama qoolkiisaba laga cabsado ama indha cadeyntiisa iyo hanjabaadiisa iyo xaajadiisa laga cabsado hooyadu marka laakiin waa ka nagu shay aabaha way saasuu nabigu u danaynayaa inuu xaqiidiisu gooni ah u muujiyo inna allaha tabaaraka wa ta'ala harama calaykum rabbi wuxuu idinku xarimay xuquuqa alummahaat hooyooyinka in lagu caasi garoobo wa mancan limaa yajib wa mancan diida aad diidaan limaa yajib wuxuu idinku waajiba aad bixisaan aad diidaan حق الغول هنا بحساب ديدني زكدي ديدي حق ان لدي بنفقدي بيلكي ومنعا لاداء ما يجب وحيد ان كريبه يا رسولك الهنا ان كحرمي وحيد ان كواجبي ان تبخين ويدان ان تبخين ويدان وهات اي وطالب ما ليس لك اخذه ما ديب ما هي يا كان ولا بقى ودقن حن وي ان وخ لو ولهان ديدي ان تبخيسو dadkii wuxuu dhana aad keenad jiraado wuxuu wadaadii hore ku xaman jiray wadaad baceel ku dhacay baa la yiri qoliyihii seerisan jiray xeel dheer buu ku dhacay uu ka soo bixi waayay tulkiiba u gurbada waxaa la damcaalay xeelkii laga soo bixiyo wargacanta keen wargacanta soo dhiib keen wuu ceshada ma keen gacanta la yiraahdo ninkii gacanta u taagada inuu soo bixiyo keen yiraahdaba gacanta u ceshan bay dhawaadaad ku dambaa wuxuu odayga waa la soo samay gacanta ma bucishan haya ma maxaa ku tiraahdeen keen baan koy keen hadhiine hoo dhaha war hoo war gacanta hoo dhab buu ku dhayay waa la soo bixiyaa lay ma maxaa jira layri wadaaduhu hoo mooyeen waligood bimaysan maqal buuri keena idinku keena wax bixiya ma maqal waxay maqli jireen sheekhu hoo sheekhu siyaaradi sheekhu ku soo ducee markaad maanta hore keen ku haysaan wuxuu mooyahayay buuri ina xoola ka rabtaan marro ma hoo dhahdaan waa qolihii u dhamman jiray wadaadaha weeye wadaadaha waa laga shidaa nimanka caamada dagaal baa u dhexeeya mahmaayo badan ayagaa sameeyey caamadaa samays mancan diido xaq laguula aad diidood bixin weydo ilaahay idinka xarimay wahaati keen aad jirada xaqi aadan lahayna aad dalbato xaq laguulaha inaad diido bixintiisi وحاذا الله هنا دلبطو النبي يقول إنك حرمي الله إنك حرمي ووأد البنات وحرم عليكم وأد البنات قبلها إلا نلدو أيوة نول حباله وأد البنات وأد البنات النبي يقول وشيغي قبلها وشيغي وأد البنين ما بنانتا
wiilasha in la noolduumo manad ma banaano. Gabdhaha maxaa loo sheegay? Gabdhaha huwa alwaaqicu fii cahdi aljaahiliya, gabdhaha la noolduugi jiray xilligii jaahiliga waa kalaam kharaja makhraj alwaaqic makhraj alghaalib. Wiilasha ma aysan duugi jirin iyagoo noole, gabdhahii nool duugi jireen. Ninka u horreysay ee waxaa la sheegaa gabadh nool duuga waxaa ugu horreeya la yidhaha nin reer Bani Tamiim ah oo la odhan jiray Caasim ibn Qays la odhan jiray ama Qays ibn Caasim la odhan jiray qabla alislaam. Waabay qabiil kale dagaalameen, markaasaa intii laga adkaaday baa gabadhu isagu dhalay yaa dadka la qafaashay la tegay ah. Dagaal baa socday muddo badan, waagi dambaa la heshiiyo la dhexgalay labada qoys. Gabadhiisi marka reerka waagi dhacay baa nin baa waxaa iska dhigtay markii la heshiiyey, iyo wuxuu gabadhaydii halay soo celiyo oo magti lakala qaato ragga la xisaabsaday buu gabadhaydii heblaa ahayd halay soo celiyo. Ninka qabayba wuxuu yidhi wataase hadday ku raacdo anuu kaama haysta buuri, laakiin hadday tira odaygii waa iskala jooga hayaa ma qasbi kartid buuri. Odaygii Qays ibn Caasim at-Tamiimi wuxuu dhahaa abowina kee inih bay jiri ku raaci maayo halkayga baan iska joogahaya. Odaygii bay midhaha ka heshay. Kadib wuu soo noqday dhaar, wuxuu ku maray gabadh walba u dhalata inuu inta yartahayba uu isdhaafiyo inta ceebtaas. Gabadh walaa ka dooratay nin ajnabi ah oo waagi horeba qafaashay, wuxuu ku qaato qaniimaystay ceebta intay carab maqa dib dambatana hadda ay aafaysato dambi aafin maysa buur. Asagaa sunnada carab u jideeyay, kadibna way kaga daydeen. Laba qaab bayna gabdhaha u nool duugu jireen. Haweenadu markay xaamilo sidkay u dhammaado oy fooshu qabato ay soo dhowdahay bay god dheer qodi jireen guriga agtiisa ama meel la yaqaano god dheer ka qodahayaan. Haweenu nabarku markuu bilaa waxaa lihi godka usii dhowow godka agtiisa tag, godkii bay ku agmulaysa. Ilmahay dhashaa la firma wiil baa alla soo qaada, ma gabadh baa horaa lagu sii riixaya. Halkaasay ku umulay isbitaalkeedu waa isbitaalke god la sii qoday wey. Halkaasay ku umulaysa, hadduu lab noqdana waa lasoo xambaaran, hadduu dhegdi noqdana horaa lagu sii ridi jiray. Dariiqada way yaqaaneen. Dariiqo kale oo la sudaasiya yaqaano, gabadha waa la korin waa la dayn markay lix sano gaadho. Lix sano markay gaadho ayaa loo qabayn, loo soo labisi dharka ugu quruxsan baa loo xidhi bilada wixliga loo iyadoo quruxsan baa aabeed soo kaxayn aabo ina keen godkan aan qoray fiiri bal soo ogyahay aabo uu dheer yahay horaa lagu tuuri jiray. Markay qoraansatoyda aabo aad buu u dheer yahay ee daraabay yaa dhabarka laga riixi jiray. Labada dariiqyada gabdhaha u nool duugu jireen dhaqan xun buu ahaa. Laba sabab baan ku kalifi jiray, imaa khawfu caarin wa imaa khawfu caylatin, ceeb iyo magaxuma kacararkii sida Qays ibn Caasim at-Tamiimi uu bilaabay, ama faqri iyo gaajo kacarar. Labadaa sabab bay samayn jireen. Sababka ku bilaabatay ceeb kacarar bay ahayd, waagi dambe waxaa soo gashay inay cayd kacarar ay u xabaalaan. Wawaad albanaad gabdhaho nool dugan Ilaahay waa idinka xarimay. U fiirso meesha ayad culimmu waxay leeyihiin alfarcu walaslu, nabigu isdaba dhigay alfarcu wannas walaslu, hooyo asala in lagu xadgudbo nabigu waa diid xaqeeda meel lagaga dhaco. Farci hooyo ka farcamay gabadhahana nabigu waa ilaaliye, wuxuu yihi lama nool duugi karo, laanna hooyo xaqeeda meel lagaga dhaco la xurmeyn waayo taranka ku baaba'aya. Gabdhaho la baabi'iyo la duugana taranka ku baaba'aya. Waa labada aadamuhu ku socdaba, hooyo ulma dhasha gabadh ay sii dhasho iyadu reer noqoto iyo xaas hooyo sii noqoto waalid sii noqoto. Haddana hooyadana aan lagu xadgudbo la xurmeyn waayo la tuuro, gabadh yarayd ay dhalatayna lagu rido xabaasha lagu tuuro, hadda meesha maxaa jiraya? Wawaad albanaad wa kariha lakum, ilaahay wuxuu idiin kooday oo ilaahay uusan jeclayn oo necab yahay. Waa xaaraan wey, waa tafannun fi lcibaara, ma waa isku mid. Ilaahay wuxuu necab yahay oo ilaahay kohonayaa. Qiila qiila waxaa la yidhi, wa qaala wuxuu yidhi, qiila wa qaal waa hadal aad ka fiirsan. Waxaa la lahaa, waxaa la lahaa idan hadday waxaa la waxaadan ogeyn oo inuu run yahay aadan hubin, ama malahaadu u badnay inuu run yahay in la sheego lama ogolo. Waana isku obsatoobsha iyada. Qiila waxaa la yidhi wa qaal, ilaahay waa necab yahay, maxaa yeelay been badan baa kuu dhuman, waaga dambe warkaadaa badan, waxba kale soo cimaysid, ma fiirsadaad noqon, ma hubsade.
hawshood ku aafoobaysa ruuxa muslimkana waxa la rabaa dibniisa waxa ka soo baxay inuu miisaamaya la doonayo wa kathrata as-su'al su'al farabbalanna ilahi wa idin kooday su'al farabbadan oo ma la yacni ama diin ha ku saabsanaad ama su'al ad-dunya han noqotee su'aasha badan ma banaano tacanud baa ku jira waxaan dhicinoon baahi ku xinayn baa ku jira wa kathrata as-su'al lama mid weeye al-masa'il ad-diniyya haday tahay in la badiyo ma fiicno maxaa ka dhasha waaga dam waxa qodqodkaada waxa ka dhasha waxaan loo baahanay waxaan dhicin sheekow ka waran haduu maroodi nin ilmo dhalo bini aadan dhalo ka waran bay ku leeyihiin okay jabcidu ka hadlay haduu maroodi ruux caf ka galo xagga dambe ka soo baxo ma nijaas ba mise waa taahir ila calosh waa soo dhac martay hadda ma u dhici kartaa horta xanafi waxay dhaheen haddii ay uu boodo ri oo kadibna ilmo ka dhasho ay dhasho ilmaha ma ay baa mise waa waxar iyo innayl wey seel ma la qalan karaa xanafi waxay dhaheen ul baan ku dhufanaynaa waxarti yarayd ul baa lagu dhufan hadday wii tiraan waa ay hadday sida waxari iyo baraarkii naa u tiraahdana waa adhi bay yidhaahdeen waxay dhaheen hadday weelaysa marna marna ay waxarayso maxaa la samay ul baa lagu dhuftay mar sidii maqashid bay u ciiday marna sidii dhashi ayga u ciiday waxay dhaheen caanaa loo dhigay caanaa gool loogu shubay inay sida adhiga u miigata iyo inay carabka la dhacdo baa la fiirinayaa carabka hadii la dhacdo maxay noqota ey hadday miigato sida adhigu u cabtana waa neef adhiga waxay dhaheen marna hadday miigato marna carabka la dhacdo maxaa laga samaynaya waxay dhaheen caws iyo balaq baa loo kala keenayaa caws iyo doog baa loo soo guri waa loo tiirin kawaanka la tegi xugu balaqana waa loo soo qaadi waa laaga dhigi kay kulli xataa la fiirinaya labaduba hadday cunto ka warma yidhaahdeen balaqay ka bilowday meel bay saartay cawskii bay aadan meel bay saartay maxaa la samayn waxay dhaheen bismillah wallahi kubra lagu gowrici waa la gowrici hortan waxarta iyadaa marka la gowraco calooshada la fiirinaya xiidmo wareegsan hadday calooshadu noqotona waa ay calool dhiilo weyno tii haweenka nuqufi jireed meesha hadday ka soo baxdana waa neef ari ah balaafada maxayna geliyada waa su-aashi badnayd su-aashi badnayd wey fuqaadhanba waxay ka doodeen haddii injir harageedii mara laga sameeyo iyo salima lagu tugan karaa mise maya injir yaa soo ururiy horta waxaa soo injira su-aasha badan mushkila weya ma ogta wakadeeda su-aal fara badan oo macno lahayn oo xukum diineed ku xidhnayna ilaahay waa idinkoodaa iyo afgobaadsada buu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam waa idaacat almaal maalka loo dhumiyana ilaahay waa koodaa maalka loo dhumiyana daabidkiisu waxaa weeye maalka hadaad ku bixiso dan diineed ama dan adduunyo waa maal aan la dhuminin oo la ilaaliyo la dhowray weeye laakiin waxaan dan diineed ku jirin dan adduunyada ku anficin aysan ku jirin markaad ku bixiso waa idaacatu lmaal maalkao la baatulay oo la dhumiyey oo la dayacay mutafaqun caleyh qowluhu uu yidhi nabigu mancan macnaha waxaa weeye mancu maa wajaba calayhi wixii kugu waajibay alla ku saaro oo diiddo inaad dhiibtood bixiso wahaatina waxaa weeye dalabu maa laysa lahu inaad codsatood raadiso waxaadan lahayn wawadulbanaadna waxaa weeye macnaahu dafnuhunna fi lxayaa ayagoo nool in la xabaalo wa qiila wa qaalana macnaha waxa alxadiidu bikulli maa yasmacuhu wax walbood maqasho inaad sheegto ilan beenti baad ka qayb qaadanaysaa inay sii baahdee fayaquul wuxuu odhanaya markuu sheekeynaya qiila kada saasaa la yidhi wa qaala fulan kada hebelle sidaasuu yidhi mima laa yaclamu sixatahu oo ah saasaa la yidhi hebel baa sidaa yidhi waxa aad leedahay waxaad ogtahay inuu dhab yahay ma aha walaa yadunna mana malaynahay inuu sax yahay xataa ma malaynayo ilaa maluu xukun baa ku dhisanay wakafaa bilmar'i kadiban ruuxna waxaa been ugu filan oo ku deeqa been an yuxadita bikulli maa samic inuu sheego oo wax walba uu maqlo uu sii gudbiyo hebel baan iska saaraay hebel kaa saari mayso remiyu qaab bay ku banaystaan hebel baan iska saaraay saa iyo saasaa la yidhi iska saaraay maxay haddaa wadaaba sii wadee hadduu run yahayna sheeg hadduu been yahayna iska ilaali haddaad hubinna ka aamus waidaacatu lmaali tadbiiruhu wey waa in la sarsaydho oo la baatulo oo lagu fataalo iyo wa sarfu maalka in lagu baxsho fii kayri lwujuuh
wadooyinkii almacduunu fiiha wadooyinkii la idmo wadooyin aan ka ahayn wada iyo wadiiqa la ogolya meelaanka inaad ku bixisa la yidhahda idaacatulmal oo min maqaasid alaakhira wadunya danaha adduunyii mid aakhara midnabaan ahayn baad ku bixisay iyo watarku xifdi ilaalintiisa in laga leexdo oo xoolihii aad dayacdo ilaalin weydo dhowri weydaa ka mid a idaacada maca imkaan ilxifdi adoo dhowri kara inaad meel cidlaa dhigto oo markaa uu gubto ama u halaagsa ama u baaba'o ama la xadaba haddii wakatartu su'aal alilxaaxu waa in lagu celceliyo la naqo oo la wadwado weeye fii maa laa xaajata ilayh waxayn baahi ku jirin oo masale diineed ahayn dana nagaga xidhna inood celceliso ayaa loo jeedaa wa fi lbaabi axaadiiu baabka axaadiis badan baa ku timid sabaqa wa fi lbaabi axaadiisu sabaqat fi lbaabi qablahu baabkan hadda aynu marayno ah taxriimu lcuquuq wa qaticat araxim axaadiis baa ku soo hormatay baabka kan ka horreeya xadiidi wa aqtacu man qatacaka riximow miyuunku deeqin inaan gooyo axadku ku gooya xidhiidhiya axadku ku xidhiidhiya wa xadiidu man qatacanii qatacahu allah iyo xadiidka riximku uu yidhi axadkii i gooya allaha gooya wallahu subxanahu wa tacala aclam.